بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام مولاتنا وسيدتنا البتول فاطمة الزهراء الطاهرة، وإلى أبيها المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين شفيعنا يوم الجزاء، وإلى مقام أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، وإلى مقام سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهم السلام، وإلى ذرية المعصومين من العترة الطاهرة عليهم السلام أجمعين، وإلى مقام المراجع العظام والعلماء العاملين أعلى الله مقامهم. ونبارك لشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة مولد الإمام الرؤوف شمس السموس وأنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وندعو الله العلي القدير أن يعيده علينا بحال أفضل من هذا الحال، إنه السميع المجيب. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.